البحر لسه قالوا اتمنع. ليه؟ لان كان في 3 حالات غرق من كفر الشيخ، 3 نزلوا مع بعض. ما اخر واحد طالع امبارح بالليل حضرتك، انت لو شفتي مناظر الاهالي هنا تصعب. اللي جاي ضيف او اللي جاي غريب على البحر عايز يقضي يوم حلو، ما يعرفش يعني حاجه، فالماء بتسحبه، ما حدش يقدر ينقذه بقى. وهنا ما فيش فرق انقاذ، فرق الانقاذ اللي هنا ما فيش. المجلس اجر المصيف السنه دي وما جابش فرق انقاذ. هي الحادثه اللي فاتت ديت انا ما يعني انا سمعت بيها زي اي حد عادي لاني ما حضرتهاش وكده، لكن اتذكر السنه اللي فاتت ديت على ما برضو اعتقد ان حوالي بتاع 7-8 في يوم او في يومين او اكتر من كده، وباستمرار هو المفروض انه مغلق، لكن متهيألي برضو الناس بتروح لانه مش مقفول يعني عليه بوابه ممكن ان هم يمنعوا حد انه يخشها، ممكن من اي طريق، في طريق تاني غير ده ممكن يلفوا منه ويروح. انا سمعت على الحوادث اللي هي الغريبه ديت وبتاع، بس اللي هو في يعني في ناس ما غرقتش يعني غريق بتطلع البلوكات العاليه دي، ودي خطأ. البلوكات اللي هي بحر دي خطأ، ما حدش يطلع عليها يعني، في كذا واحد صاف منها. الحل يعني الاداره اللي هناك او الناس المسؤوله هناك عن المصيف دوت يعني يعملوا حاجات زي علامات كده في المياه توري الناس ان هذا المناطق ديت مناطق غرق او غويطه، يعني ما يروحوش لحد عنده، او ناس برضو فرقه انقاذ تكون موجوده خلال الناس ما بتكون بتصيف او بتنزل البحر اثناء السباحه.